هذا البرنامج برعاية مرحبا بكم في شوكار، موعدكم الأسبوعي مع عالم السيارات سبوروتو ليزاستوس وكل النصائح. كنا راح حد على كارتاج بلوس، التفاصيل في السومير. إن شاء الله في أفريل باش نلقاو الفابيا بحلة جديدة، هذاك نوفو ديزاين، أما باش نلقاوها في نفس الموتوريزاسيون. المود أتاك الفورمولو شنو هو الخاصيه نتاعها؟ اللي البيلوت يخرج على التراجيكتوار، معناها مع شد التراجيكتوار نتاع الكهرباء يظلي اكبر من الكاتيجوري نتاعها، معناتها الاسباس الموجود سي في الكاتيجوري السوبيريور. حبيت تقول انت؟ حبيت نوريك كيفاش نحلو الكوفر. البوغي سي ان سينونيم دو ليبرتي و دو بليزير. دوليبران احنا نقولوا في عالم الاوتوماتيك، معناها هذا يمشي براتيكمون على الاوتوماتيك سامبل. مرحبا كوثر. عسلامة. مرحبا. عرفنا بروحك. كوثر حاج عمر، جو سوي لا براند ماناجور دو لا مارك سكودا في تونس. دونك جبت لنا سوبرب. أييه. أما قبل هذاك باش تحكي لنا على سكودا في العالم، أخبارها وشنو جديدها و... والله سكودا في العالم كيما لي مارك أوتوموبيل الكل بيان سور، الحمد لله قاعدين نقدموا، معناها عام بعد عام. الكتريك حاجات ان شاء الله بدينا بالهيبريد والالكتريك، وفي تونس ان شاء الله جاينا معنا قريب ان شاء الله. حتى تونس تحضر هي بطبيعتها انفراستركتور وكل شيء. فوالا وقت توا تحكي لنا على سكودا في تونس، شنو هو جديد وكيفاش بديتوا من الاول؟ داكور. دونك بون، نذكروا الناس الكل الساعه اللي يعرفونا ولا اللي ما يعرفوناش، اللي لا مارك سكودا سيت اون مارك يابارتيان او جروب فولكسواغن. دونك وفي تونس مثلها شركه النقل السيارات. اسكول تعرف شركة النقل للسيارات اللي عندها لي مارك اوتوموبيل فولكسواغن، فولكسواغن يوتيليتير، سكودا، اودي، سيات، بورش، وتوا ديرنييرمون رينو تراكس. سكودا ايتي لانسي كيما قلنا في تونس ان 2015، جوان 2015. دينا بكاتر موديل اللي هما لا فابيا، لا اوكتافيا، لا رابيد، ولو ييتي. ومن بعد الحمد لله معناها او في دي زاني لا جام اي ديفوني بلو لارج بلو كومبليت. دونك نحكيو هوني على معناها اون جام تري لارج اللي فيها لا جام اس يو في، نلقاو فيها 3 موديل ديجا. دونك عندنا لو بوتيت اس يو في اللي هو لو كاميك، عندنا اللي اكبر منه شويه اللي هو لو كاروك، وعندنا لو جران اس يو في اللي هو لو كودياك. كيف كيف عندنا اون جام برلين اللي فيها لا اوكتافيا، وفيها زيدا دونك لو موديل امبليماتيك دو سكودا اللي هو لا سوبر بيان سور رهبتنا اليوم تاع المارك. فوالا نحكيو زاد كومباكت بيان سور اكزاكتومون. دونك عندنا لا كومباكت، عندنا لا كوبي اللي هي لا سكالا اللي هي بطبيعه كي سوكسيدي لا سكودا رابيد لا سكالا، واللي هي في نفس السيجمون كيما خويتها دونك لا فوالا لا جولف فولكسواغن جولف اي لا سيات ليون. فوالا بطبيعه ما ننساوش شوفال دو باتاي نتاعنا اللي هي لا فابيا سيتادين. تهرونا لا سيتادين سي لا فابيا. نحب نقولوا دونك للناس الكل اللي ان شاء الله الفابيا باش نلقاوها هاي اكسكلوزيفيتي. قول لنا فيسا ميسيل، شنو نقول لكم الاكسكلوزيفيتي ميسيل ما دامنا اون ديريكت. دونك ان شاء الله في افريل باش نلقاو الفابيا بحله جديده هذاك نوفو ديزاين، اما باش نلقاوها في نفس الموتوريزاسيون ال 1.0 ام بي اللي تعرفت بها الفابيا من الاول. باهي توا باش تحكي لنا، خاطر اهم حاجه بالنسبه للتونسي هو الغيزو ولا سافي بيان سور. دونك فوالا احنا في تونس عندنا الحقيقه ريزو به في سكودا. دونك ابار نوتر شو روم اوفيسيال في لو تيرمينال لا غولات نتاع النقل الاوتوموبيل، عندنا دو اجانس كيف كيف سكودا اوفيسيال، نلقى واحده في غرومبيليا اللي هي سيب موتورز، وواحده في صفاقس اللي هي جي اس ا في غرمدا. دونك بالطبيعه الحرفاء نتاعنا اللي في الجنوب كيف كيف ينجموا يتواصلوا ديريكتومون مع نيابتنا في جيبس نتاع النقل السيارات في جيبس ديريكتومون، وبالطبيعه باش ما نكونوش بعاد على حرفائنا نتاع سوسه زاد نتاع الساحل. هاليوم نقول لهم ان شاء الله بيانتو اون فا اوفغيغ نيابه جديده في اس ا بي في سوسه
باش ما نبداوش وعد عليهم. فوالا ما تنساوش عاد المناطق الداخليه في تونس عاد لا 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 احنا ما ننساوش احنا على كل حال حتى كان هما ما يجيوناش احنا ديما اون سو ديبلاس عندنا لي كوميرسيو يمشيو الغاديكا ديما وبروسبكسيون دونك ندقوا الباب ونمشيو للكليونات نتاعنا حتى في المناطق الداخليه. دونك نرجع جوست على الاس اف اي نقول لك اللي النيابات اللي سميتهم الكل فيهم بالطبيعه مصلحه البيع وفيهم ما بعد البيع وقطاع الغيار. هما يتسموا 3 اس. فوالا دونك كلهم دي اجونس 3 اس. فوالا يعطيك الف صحه ميرسي بوكو. عايشك. ان شاء الله كي تجيب الفابيا عاد ما تنساش باش تجينا. لا عاد يعجبكش كيفاش ما نجيكش. دونك توا باش نمشيو نحكيو على الكهرباء نتاعنا سوبرب مع هشام. مرحبا هشام. مرحبا زاك. دونك جبنا سوبرب. عجبتك؟ لا برشا. الحق. ايوا دونك عندها تاريخ كبير عند سكودا الاسم هذا سوبرب قديم برشا الاسم عند سكودا. اون فيت انطلق الاسم عام 1934 كانت خاطر سكودا التموقع نتاعها كان اون فيت تعمل كراب دي ليموزين دونك البوزيسيونمون نتاعها كان عالي. الاسم عاودوا خذاوه من عام 2001 وتوا احنا في الثالثة جينيراسيون اللي هي صار لها ان بتي روستيلاج تو نشوفوه من قدام شويه والتالي زاد شويه. دونك انا نحسوا اللي من حسيته اللي من تالي اكثر من اللي من قدام. باهي برا التيلاني خاطر بدلوا بدلوا هي الكتيبه حلوه اللوجو تنحى اون فيت وليت مكتوبه اسم كامل معناها عطاتها انا بالنسبه لي انا عطاتها فالور اكثر معناها شغم اكثر وين فوالا تم بعد نشوفوها الداخل خاطر فيها دي ديتاي مهمين برشا. اما هنا القدام يتبدل فيه البوكليي اللي هو اللي هو فيه هنا لي زونتي برويار تبدل منظرهم وهنا التكنولوجيا المعتمده ليد مع اللي هي ماتريكس ليد. ماتريكس ليد طلعنا جراد اقوى شويه خاطر يسادابت مع الكياس كوندويت فيراجات وقت اللي تبدا معبيه ولا حاجه دونك ادابتاتيف اكزاكتومون يسادابت بالحق مع الكياس ومع اللي قدامك ومقابلك في الكياس. جونتويت زاده سبور بيتون حلوين يعطيو كوتي سبورتيف خاطر هي كهرباء اصلا سكودا في السبور اوتوموبيل عندها سيرتو في الدبليو في ار سي 2 دونك 3 ولا 4 فوا شامبيون دو موند. فابيا ار 5 فابيا ار 5 2 3 فوا شامبيون دو موند معناها بالحق. هي زيك عطاوك خاطر باش تهزنا للسبور اوتو مع لا روبريك اكتي اوتو. سبور هشام كي العادة سبور اكتيوتو اكتيوتو سبور ايوا فورمولو فورمولو دونك المونش الاولى بديت حكينا عليها شنو هي الفورمولو وكل شيء دونك ديجا بداو المونش الاولانية بديت كي العادة في السعودية بالحق كي العادة في ليه السعودية بدات تفك في برشا بلايص فوالا اش حبيت نقول لك السعودية قاعدة تبدا في كل شيء بديت في الفورمولو بديت في باش تبدا ابارامون في الاكستريم او بديت في الداكار ديجا اللي هو ايفينمون كبير على الاخر دونك أيوة. وحدث كبير زاد اللي البريزونس نتاع بورش لونسمون نتاع البورش تايكان توربو اس مش نامبورت كيل تايكان دونك 761 شوفو دين 560 كيلو واتور 1050 نيوتن متر معناها حدث كبير ياسر خاطر كانت قبل الاي 8 والميني كانوا هما اللي سيفتي كار تاع الفورمولو دونك نلقاو ادواردو مورتاغاغا هو اللي ربح المونش هذايا خاطر تلعبت على دو جور فوندردي ونهار الجمعة ونهار السبت نلقاو نيكي دو فاريس اللي هو كان شامبيون تيتر 2021 جي دوزيام في الكلاسمون توا جينيرال. أما هنا بطبيعة الأمر نحكيو على زاد واحد جديد في الفورمولو اللي هو مرسيدس. مرسيدس؟ وي إي كيو. إي كيو هي جديد ومش باش تولي مش جديدة خاطر باش تخش 2022 كاو. هي ما هما آخر مونش. برمي الأولانيين اللي كانوا ما كانتش مرسيدس من الاولانيين اللي بداوا في الفورمولا. لا ما كانتش مرسيدس. صحيح خاطر كان ثم دي اس ثم اندرا. فوالا هما اللي كانوا بادروا بالحكايه هذه ودخلت اودي زاد كيف كيف واحد بشيء دونك خرجت اودي دي اس مازالت موجوده ما اندرا مازالت موجوده مرسيدس السنه تخرج معناها اخر عام لها فما خاصيه زاد كل مره نعطيو للمشاهدين نتاعنا حاجات باهين في السبور ميكانيك اللي هي المود اتاك في الفورمولا. شنو هو الخاصيه نتاعها اللي البيلوت يخرج على التراجيكتوار معناها مع شد التراجيكتوار نتاع الكهرباء يخرج من الزون دو تراجيكتوار ويل ريكوبير فما اون زون دو ريكوبيراسيون نتاع بويسونس اللي هي 25 كيلو واتور معناها ابري 32 شوفودين حاجه كيما هكا اللي تخليه تعطيه بويسونس باش يقعد ديما في الصداره ولا يقعد ديما عنده افونتاج ولا معناها تسهل له برشا الماموريه نتاعه في لي ديباسمون في الكورس. باهي حاجه اخرى
فرد حاجه معناها فينا بها سيزون فورمولا نلقاوها في الفورمولو. هي الديريكسيون دو كورس، فما مشاكل في الديريكسيون دو كورس نتاع لي فورمول هذوما، خاطر كيف كيف فرد حكايه ابري فرد سيناريو صار اللي هو صار اكسيدون في اخر السباق. فهمت كيف؟ دونك الكورس وفات سو سيفتي كار، معناها برشا بوليميك، قالوا ما مش معقول، فما حاجات ما وصلوش معناها بار راديو للي بيلوت، لقاو السيفتي كار نقص برشا، وصل حتى ال 10 كيلومتر الور في السيركوي، معناها سي با نورمال، معناها بوليميك كبيره ياسر. حاجات جدد يصيروا وقت اللي يبدا ماهوش مستانسين يعملوا ديزاكسيدون، خاطر في العاده ما تماش فورمولو ديزاكسيدون، معناها ماهيش حاجه. اي اما هما ذاك هذا مش قديم. مش قديم، اما البيلوت هما شنو هو المشكله اللي صارت، اللي معناها فما دروس نتعلموهم ديجا من الفورمولا صارت في 2021 لقيناها في ديبي 2022 في الفورمولو. معناها سي ان بروبليم دو ديريكسيون دو كورس، لازم تلقى الحلول فيسع فيسع. باهي نتعداو توا يزيدنا من الفورمولو والاوروب وكل شيء، نجيو لتونس. تونس لتونس تونس 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 تونس، دونك فما سبور ميكانيك في تونس راهو. لا فيديراسيون. جديد لا فيديراسيون وكالندري جديد. بون نلقاو في كالعاده تونيزيا تشالنج، نلقاو الدريفت كات مونش دريفت تونيزيا تشالنج، نلقاو الكارتينغ اللي هو الباز بتاع سبور اوتوموبيل، نلقاو ان غالي دو ريغولاريتي بور لي فام، فما كورس دو كورس دو كوت وحده بركه اللي كانوا عاملين دو كورس سنة كورس واحدة عاملينه ما تعملوش، ونلقاو سورتو سورتو الحاجة اللي تفرح اللي يخدم التوريزم تاع تونس هو لي غالي. عندنا فينيكس، عندنا فينيك، تي دي سي. يبداو ديجا في مارس. فوالا يبداو في مارس واحد وكل شيء. ونوفي ومع مع سي خونا رمزي عتب. فوالا. فوالا معناها بالحق أول مرة باش يشارك؟ أول مرة باش يشارك في فينيكس. بعد 2015 آخر مشاركة لي في رالي تونيزي. فهمت كيف كمل 18ام افيك لي مويان دو بور، خاطر ماك تعرف التوانسه المشكله نتاعنا لي سبونسور، معناها دعوه بالحق للي سبونسور باش يشجعوا اللي بصفه عامه. فوالا باش يشجعوا لي بيلوت، خاطر كي نسمعوا الناس العطيه الدوله نتاعو قطر تشجعوا، نسمعوا يزيد الراجحي السعوديه تشجع فيه، معناها احنا ما يسيرش، راهو كله سياحه وكله ايماج لتونس، ومعناها حاجه باهيه. رمزي عتب بيلوت كبير عنده وقديم. وقديم برشا، بدا معناها تعدى بالمراحل نتاع الرالي الكل، كوميسير بيلوت كوبيلوت، فهمتني كيفاه؟ دونك فوالا، دونك ونشكروا بالحق شكر خاص لزوجته واولاده اللي وقفوا معاه، خاطر سين سوليداريتي نتاع عائله في السبور ميكانيك، دونك يعطيهم الصحه بالتوفيق ان شاء الله. زاد مع سوليدير بيان سور بيان سور، باش نتبعوه وباش نشجعوه ان شاء الله، كما قلت لك لي بارتنير يمشيوا في بور اوتوموبيل في تونس. يعطيك الصحه هشام. توا باش نمشيو نشوفوا لا بارتي انتيريور نتاع سكودا سوبرب مع صبري. صبري جينا للسوبرب. جينا للسوبرب والكونفور نتاع السوبرب. اما احنا الحقيقه نتاع ربي فين حابين نركبوا؟ حابين نركبوا التالي. قالوا لنا لا انتم اللي تسوقوا وانتم لازمكم قدام. هكا في التلفزه يصير هكا. برا مساج خلينا نحكيو لهم على الانتيريور من هنا، وتنشوفوا زاد بلاصتنا التالي كيفاش، خاطر التالي واسعه بالحق. اي سي لو فلاج شيب نتاع سكودا، احسن ما ينجم يكون عندها. سا سو رابروش برشا من البريميوم، معناتها انا كانت نحي لي اللوغو نجم نقول اودي. اي صحيح، خاطر بتات مش ديرنيير جينيراسيون، مي نجم نقول اودي، نجم نغلط. ان توكا التوجه نتاع سكودا بالكاليتي نتاع ليزاسمبلاج نتاعها قربت اكثر للاودي ك بقيه الجروب فولكسفاجن. صحيح. معناها هنا حتى اختيار لي ماتيريو والكل هنا معناها كانت حاجه باهيه. وعندك عندك فولون سبيسيفيك نتاع سكودا اللي هو فولون دو برونش، تو امبرسيون اللي هو كامل مي اون فيت سسبوندو البارتي اللوطانية. دايوغ عندهم حاجة مع سسبوندو، عندهم دي بواني سسبوندو دي بوتون مغرومين معناتها بالوريجيناليتي هذايا. هنا نشوفوا زاد حتى لي سيغتي هنا اللي هما بالكروم كيفاش معمولين، هنا كيفاش التوشي نتاع لي كوموند معناها بالحق حقيقيين. سي كاليتاتيف على الاخر. هنا بطبيعة الأمر ماناش نحكيو على السوفت تاتش، ماناش نحكيو على حاجة أخرى، هنا عندنا كوكبيت فيرتوال. عندنا كوكبيت فيرتوال اللي هو دو بلوز أون بلوز ولا سو جينيراليز في جروب فولكسفاجن كل معناتها. فوالا، باهي نزيدو نمشيو تويكا للبارتي سونترال، شنو عندنا فيها؟ عندنا أن غونت إكخون تاكتيل، فيه ديزيكون بور فاسيليتي معناتها تو سكي ريشيرش وكل. اون ديري سمارت فون سسبوندو في التابلو دو بور. لي زيكون ياسر. اي كانو تليفون. وهنا عندنا راديو ميديا فون فويس، هنا كل شيء سمارت لينك هنا.
نشوفوا بطبيعة هنا نلاحظوا اللي موجود أندرويد أوتو، أبل كار بلاي، ميرور لينك معناها. بيان سور. معناها اللينك موجود. فما لينك كونديسيون تبدا عندك الأبونمون بيان سور، مي فما. بعد عندك توسكي نافيغاسيون، عندك هنا كار منو، أن توكا كامل. وعندك حاجة أخرى لاحظتها اللي هي كي تقوي في الكليمازاسيون، تراه هنايا اللي هو لا يسافيش الفوق. كرسي. ما يخليكش تغزر اللوطة. تغزر اللوطة. كي نوم الشيرة نتاعك أنت شدام؟ أنا عندي أن بو دو فاسون كروم هوني، معناتها في الباب. باغ كونت فماش لوميير دومبيونس، أنا جوري فولي في حاجة كي معناتها أسي أوستونتاتوار تبدا فما لوميير دومبيونس لداخل. اللي هي الديناميز الداخلاني اكثر. اما انت كتبدا امباسادور خويا ماشي تاوج مستحق الحكايه تطلع التالي الريجلاج نتاعك يبداو كل شيء عندك سباس نتاعك وكل ما ننساوش اللي فيها كوير دو تري تري بون فاكتور معناتها تحس فريمون هوني كوير كوير الانسيان بريسك اللي سوق الريجلاج نتاعو كلهم الكتريك في لي بوزيسيون الكل تنجم تلقى بوزيسيون نتاعك بسهوله والباساجي باساجي نساوه اما خليه لك جوست ريغلاج اون اوتور عندو ريغلاج مانيوال اون اوتور او موا معناتها سا سوف لا ميز دونك حبيت نوريك حاجه انا قبل ما يشوفوا راهم يشوفوا معنا في التصاور تاع واحنا قاعدين التالي كيفاش جوستومون التالي فما اسباس وجنب كبير برشا كيف كيف في الراس يظل اكبر من الكاتيجوري نتاعها معناتها الاسباس الموجود سي في الكاتيجوري السوبيريور حبيت تقول حبيت نوريك كيفاش نحلو الكوفر اي باهي برا خاطر هي عندها سبيسيفيسيتي اللي موجوده في الاسكودا الكل انه كي ننزل على البوتون يطلع بكله بالارو وكل شيء بالستركتور الحديد نتاعو وكل شيء سي بور فاسيليتي لو شارجمون دي باجاج والاكسي معنا ما نساوش الفامي سكودا ديما اورينتي فامي و وانت خويا مغروم برشا بالحكايات هذوما دونك فين باش تهزنا توا نشوفوا كهرباء اكسكلوزيف فوالا دونك نمشيو توا تو سويت مع حكايه كهرباء مرحبا بكم في حكاية كهرباء اليوم جبت لكم حاجة فينتيج ومازال توندونس تعرف في أمريكا في الزاني إلفيس بريسلي ساق وقت على البحر كبير اللي هو ستيف ماكوين كيف كيف زاد على حرف البحر افيك دي كولور ديما كولور فيف البوغي سي ان سينونيم دو ليبرتي و دو بليزير معناتها كي تسوقها اون فيت ماكش باش تجري بها مي باش تخرج من الكياس باش تمشي في التو تيغان باش تمشي في الرمل باش تدخل في غابه باش تحوس بها تو فا ديكوفريغ بلايص اللي بكرها بعاديه ما تنجمش تدخل لها البوغي معروف بالتبربيش نتاعو ساهل فيها 30 ولا 40 بولونه الكل سيتادير هي تعلمك الميكانيك وتزيد تغرمك بها حاجة باهية برشا في الكرهبة هذوما
اكثر حاجه اوريجينال في البوغي ابار الفورمه نتاعها والضوء عجليها الكبار التلانين كبار بارابور للقدامين وسورتو لا بوزيسيون اريير سنترال دو موتور اللي يبدا اكسبوزي تشوفوا هذيك نخليها اونيك. مرحبا سي محمد. مرحبا. اليوم باش نحكيو جبتنا ثلاثة أنواع تاع زيوت. مازالوا عندنا برشا الطاولة ما ترفعش معنا. احنا توا حابين نمشيو في موضوع ديجا كنا نحكيو أنا وياك تويكا في الأوف على على حاجات معتقدات عندنا اللي نستعملوا الزيوت هو على خوه. صحيح. دونك هنا باش نحكيو على ترانسميسيون، نحكيو على لي بوات. بالضبط. وشنو هما الزيوت اللي يمشيو معاهم؟ واش نحكيو زاد على بدلوا الزيوت تاع البوات ولا ما نبدلوش؟ دونك السؤال الاولاني هما انواع الزيوت في لي بوات دو فيتيس. الوغ احنا عندنا زوج انواع نتاع بوات، سواء لا بوات مانويل كونفونسيونيل اللي نعرفوها الناس الكل، تبدل البريمير بعد تحط امبراياج دوزيام تخوازيام، وديما عندنا الامبراياج موجود. وعندنا لي بوات اوتوماتيك. توا افيك ليفوليسيون تاع التكنولوجي لي بوات اوتوماتيك كثروا الكراب اللي فيهم لي بوات اوتو. وفي لي بواط اوتو نلقاو اربع انواع، البواط اوتوماتيك اسامبل امبراياج، بواط اوتوماتيك ادوبل امبراياج، بواط اوتوماتيك كونفرتيسور دو كوبل، والبواط اوتوماتيك ترانسفير فاريابل. الوغ لهنا احنا جبنا اونيكمون ثلاثة انواع، مي باش نغطيو معناها لي فامي نتاع لي بواط اوتو الكل غراس ا موتول اليوم موجودين، داكوغ؟ مي شنو هما لي بواط هذوما وكيفاش يخدموا؟ En fait, la boîte automatique, هي تسهل لنا السياقه، تسهل لنا التحرك معناها بالسياره انورميمون، ولكن كل بواطه عندها الخصوصيه نتاعها واللي ماتريو اللي مصنوعه منهم. داكوغ؟ ومن هنا عطاونا موتور تغطيه لشاك فامي دو بواط. ناخذوا مثلا على سبيل المثال الملتي اي تي اف هذايا نجم يغطي براتيكمون 70% من لي بواط اوتوماتيك مرسيدس. ainsi que d'autres boîtes automatiques. On a le CVTF, qui est pour les véhicules à transmission continue et variable. CVT. Principalement, on a le Honda. CVT, exactement. On a le Honda, on a le Nissan, Toyota, ou rien. Il y a un grand marché pour le marché de l'Asiaouia. Exact. Ils sont les Mu'tamdin, et surtout les Japonais. Exact. وكيما نلقاو زاد لو كونفونسيونيل اللي هو ديكسون 3 هذايا اللي هو دوليبران احنا نقولوا في عالم الاوتوماتيك معناها هذا يمشي براتيكمون على الاوتوماتيك سامبل اللي ما فيهش حتى ماهيش تري افونسي اون تيرم دو تكنولوجي مي كومام موجود. وعندنا زاد الانواع الاخرين كيما نقولوا احنا البوات اوتوماتيك مثلا لي بوات دي اس جي اللي موجود في الجروب فولكس فاجن الكل بريسك معناها مع تغيير التسميه في اودي باغ اكزومبل سي الاسترونيك استرونيك سينو لي بوات دي اس جي الكل موجودين في السيات في الفولكس فاجن وغيره. هل الزيوت هذوما من دورهم انهم يعطيونا يغطيو معناها الخصوصيه نتاع البوات اوتوماتيك يعطيونا لو بون ديرولمون اي لو فونكسيونمون نتاع البوات اوتوماتيك على خاطرها تري تري سنسيبل تري ديليكات تري ديليكات اي سنسيبل. ونجمو هنا ابار اللي هو سومها غالي برشا مي اذا كان ما نستعملوش الزيت اديكوا راهو فما مشكله والمشكله البو نو كوتي تري تري شير. نحكيو زاد على تبديل باش نجمو نطولوا في العمر نتاع البوات كو سوا بوات اوتوماتيك ولا زاد البوات مانيوال تقول يلزمنا ان سيكل يتبدل فيه الزيت. صحيح صحيح ولهنا نسوق نصيحه ديريكتومون للكونسوماتور نقولوا له راهو ما فماش حاجه تدوم مدى الحياه فماش حاجه افي. دونك الزيوت نتاعنا هذوما بالنسبه للبوات باش نحافظوا على البوات نتاعنا ونتمتعوا معناها بالافيكاسيتي تعطيها لنا في السياقه دو بريفيرونس ا بارتير دو 60000 او بيان 2 ans. داكور 60000 بون فما كيلكو كونسيسيونير يقول لك يعطيك فريكونس اكثر ولا اقل مي سي لا موين ابخي معناها نخرجوا من 60000 والا 2 ans. مي المفيد يلزم يصير الفيدونج ويلزمنا نحترموا لي كونستركسيون كونستركسيون تاع الكونستركتور لي ريكومونداسيون كونستركتور واللي نلقاهم هنا بار ناتور دو فيكول شنو هو الموديل شنو هي الكهرباء على انا ديفينيسيون تركب كل شيء موجود.
وفي الحكايه هذو ما يظل لازمنا نوسعوا بالنا وي على خاطر التكلفه نتاع لونتروتيان ولا التصليح كبيره برشا. فوالا دونك هذا خلينا نقولوا احنا نقعدوا في البريفونتيف خاطر اذا كان نعمل لونتروتيان نيسيسير بحول الله ما تصيرش مشاكل. بالضبط. يعطيك الصحه سي محمد. ميرسي. يظل المعطيات دقيقه واضحه. ربي يسترك. عايش. دونك توا باش نواصلوا في جو الميكانيك وليزاستوس مع استوس اوتو ومع هشام. مرحبا يا زاك. ايوا. اليوم ترحب بيا؟ اي بيان سور ديما نرحب بيك. حتى اليوم عندي برشا تساؤلات. ايوا. برشا حاجات نشوف فيهم في كيساتنا سورتو في الكيوسك نتاعنا. زيادة ليسونس. مثلا أول حاجة أنت الصباح تبدا ماشي تلقى الكاميون نتاع الرافيتايمون موجود في الكيوسك. ندخل نصب ولا ما ندخلش نصب؟ ما تدخلش تصب على خاطر ساهل برشا. خاطر هو كي باش يصب باش يعمل؟ باش يحير وسط السيتيرن اللي يصب فيها باش يحير الأوساخ الكل. وباش يشبعها فابور دونك اوتوماتيكمون باش تلقى روحك اللي صبيته ماهوش الحقيقه اللي صبيته. مش صحيح معناها مش صحيح. ناقص 2000 3000 4000 سي امبورتون. مهم برشا فوالا فهمت خاطر انت باش تحسب عليك حاجه اللي انت ما معناها ما خذيتهاش فهمت. باهي الصباح انا ما فهمتش سيتير نصب ولا ما نصبش ولا نمشي نص النهار نصب. باهي اعذر بالنسبه للصبان احسن حل للصبان هو اما في الليل مخر معناها كي تبرد الدنيا ولا صباح بكري. علاش؟ على خاطر تو سامبلومون انه ثم حاجه اللي هي كي تطلع السخانه في الكيوسك سيتيرنا باش تصب. ثم دي غاز. صحيت لي غاز. دونك نرجعوا لحكايه اللي انت باش تصب اللي هي ماهيش الحقيقه تاع الصبان. ديما ثم ايترا تتحسب عليك وانت وهي ما وهي مش صحيحه. صحيح. صحيح. تعطيك انديكاتور ولا تعطيك في البومب ما هي مش صحيحه. في البومب خلص انت غادي فلوس معناها. فهمت تقول صحيح مزمره برشا. وحاجه اخرى. بعد عندك حاجه اخرى. من المستحسن انك ما توصلش للريزيرف. ماذا بينا؟ سبيسياليتي تونسية هذايا. ديما تلقى اللمبوبة تشعل. اللي هي حاجة خايبة برشا عندها زوز أسباب. أولاً كي تخلط للريزيرف باش تولي تجبد في كل ما هو لي ريزيديو اللي هما الأوساخ اللي يجيو في يدخل في الموتور ومش به. صحيح اللي هو باش يهلك لك لو سيستيم ولو سيركوي نتاع الانجكسيون نتاعك. حاجة ثانية أنه لي غاز تبخر اللي يصير في وسط الريزرفوار باش تكثر الكميه نتاعو. دونك انت هنا معناها ما عادش فاهم روحك شنو عندك. فهمت؟ اما الاستيوس الرابعه معناها اللي احنا مهمه لنا احنا برشا واللي ساعات ما نلاحظوهاش خاطر تبدا ساعات راكب في الكهرباء وتخليه هو يصب ما تنتبهش. يحب يزرب هو باش يصب مزروب يحب يكمل معاك باش يمشي اللي بعده. لازموش يزرب لازموش يزرب لازم يصب واحده واحده. دونك هنا هو البيستولي فيه 3 فيتيس. معناها الاحسن انه يصب بشويه بشويه. وكان انت عندك وسع بال نجم انت راه تهبط تصب معناها تعدل البيستولي انه يقعد يصب واحده واحده. سامحني خاطروك يقول لك ما تصبش انت فما كورونا وشوي خاف على روحه معناها يتنسل ولا حاجه لازمك ترد بالك فيه. ما تسالش ما واحد يشي يحط في البواتا جون اسمه بواتا جون دونك تحط جون فوالا تهبط تصب وتسرح على روحك معناها. اما فما ان بوان زاد جبدته انت وبالحق تري امبورتون زاك وقت تخلي في الريزيرف زاد أبار يجبد الريزيديو فما البومب ايسونس تنجم تضرب لك اللي هي غاليه برشا قطعه مهمه خاطر تنجم ما تفيقش بها تنجم تضعاف خاطر فما كي الريزيديو يدخلوا في البومب دونك البومب ماهيش تعطي في الرول نتاعها الصحيح دونك تنجم تضرب لك البومب اللي هي توصل 300 400 500 دينار وحاجه اخرى ما تنجم ما تفيقش بها خاطر تحس الكهرباء قاعده ضعيفه ماهيش قاعده تجيب تقول شنو هي الحكايه معناها ما يجيش لبالك. مع العلم مع العلم باش نوفب على كلامك جبت الترومبه انت تاع البومب تاع ليسونس. البومب في حد ذاتها علاش ما نعطوش الريزيرف؟ خاطر يلزمها تبرد وهي عايمه في وسط الليسونس. خاطر هو يبرد البومب في وسط الليسونس. خاطر هو الريفرجمون بتاعها. فوالا. يعطيك الصحة يا شيخ. ميرسي زاك يعطيك الصحة. توا باش نمشي ونزلت عاد باش نقعد معاه باش نعمل ليسي نتاع سكودا سوبرب. نمشي.
مرحبا هشام. مرحبا زاك. ايوا سكودا سوبر صحيت محليه الكونفور والليكس اي سورتو التالي بالحق التالي ما نجمش انا ما نجمش انا ما نجمش اخزر هي 4 متر و86 احنا ديجا هنا تبارك الله معناها جباري بالكبير الاسباس كبير عندنا جايت كي نطل هكا معناها عنده السيد من تالي ما مش يطلق ساقيه بالكدا بالكدا قوه سكودا بالحق القام تاعها الكل هي الكوفر لو ايون كي يتحل يعطيك صح باه والاسباس ابور والكونفور نزيد الكونفور الكونفور توا باش نحكيو عليه هنا عندنا ان تران اريير ملتي برا لي زيكيبمون نتاع سيكوريتي اكتيف ABS, ESP, ASR, toute la panoplie موجودة. حاجة صغيرة ما ثماش لي زيت. معناها هنا خاطر أنت في نيفو تاع التكنولوجيا باش نحكيو خاطر على لي زيكرون وكل. أما هنا نيفو تاع التكنولوجيا كبير. كنا نحبوا مثلا الفريناج أوتوماتيك. دورجونس. خاطر يقص عليك بيتون، يقص عليك مثلا كهرباء أخرى تقف قدامك خاطر توا نعرفوا الدواء اللي يبرمج هكا شوية. رغم اللي مش منصوح بيه اي ما ساعي سبحان الله دونك يلزم انا نرى انه الفريناج اوتوماتيك دورجونس في نيفو نتاع كهرباء كيما سكودا سوبرب على السيكوريتي لازم تبدا تكون موجوده هكا جوست هما شيخونا شويه عملونا دي كاميرا 360 فوالا فريناج نصوروا راه طيار على الاخر زاد فوالا معناها فهمت جروب فولكسفاجن في الموضوع هذايا ما يلعبوش باهي في الجروب فولكسفاجن اش دبرنا اخر دبرنا موتوريزاسيون عندنا موتور 4 سيلاندر 4 سيلاندر 150 شوفو 1.4 1.4 توربو صحيت فوالا 150 شوفو 250 نيوتن متر دو كوبل مع عندنا اون بواط دي اس جي ربحنا زاد البواط صحيت ربحنا موتور وبواط صحيت بواط دي اس جي 7 رابور هنا يقول قايل دي اس جي شنو احوالها سورتو في الفيرسيون دي كيو 200 اللي هي ما تبردش بالزيت معناها اساك هنا عندها 10 سنين المشاكل اللي كانوا عندها الكل نحا ما نتصورش في 10 سنين فولكسفاجن باش تقعد ساكته على انه البواطه يصيروا لها مشاكل ونيفو ميكاترونيك هذوما كلهم توا نحاو تقعد ديما هي البرون شارج اذا كان ثم اي مشكل من نوع هذا مع العلم البرون شارج باش زاد تشوف الديفو باش تحسن زاد هذاك علاش كل مره هي البرون شارج باش تحسن في الكاليتي نتاع لي بواط نتاعها والبرفورمانس نتاعها باش نحكيو على التكنولوجيا ما نجموش نحكيو على التكنولوجيا هنا نحكيو على الزيكرون وي دونك هناك يتقرب وكل شيء هي الي انتويتيف انتراكتيف معناها تقرب معناها يتفاعل معاك باش يطلع لك الافيشاج حبيت نشوف كي نحطوا الكليمازاسيون فوالا طلع لي زاد الافيشاج هنا نتاع الكليمازاسيون بيزون توتا راهو عندك حاجه اخرى باش نحكي على ديجيتال كوكبيت لازم نحكي عليه خاطر ما جامش نحكيش عليه خاطر هو بيدو في نفس السياق نتاع الكاليتي شوفوا هنا بالحق معناها الكاليتي نتاع الافيشاج ما تخيبش على الاخر في اي وضعيه نتاع شمس سواء كنا في السونس الاخر السونس هذايا ديما اللي يزيب الظاهره تعطيك لي زانديكاسيون الكل صحاح فما افيشاج واحد اخر عجبنا نبدلوا لك خويا اي سبور عاش خويا نبدلوا لك نجموا هنا بطبيعه الامر تنجم تبدل اللي تحب انت كانك مغروم باللي تحب انت هنا اونيفو افيشاج وهنا اهم واحد هذايا علاش خاطر يعطيك الفيتيس الصحيحه اللي تمشي فيها 44 42 معناها كي تقول انت ما فتش ال 110 راني سبورتيف سبورتيف شي يحب يوري يحب الكونتور يتبر كونتور زون روج زون روج هذيك لا هنا الكونتور خاطر علاش مهم خاطر هنا تعرف الريجيم موتور نتاعك وين باش تعرف لي رابور تبدل لي رابور نتاعك خاطر راهو زيد حتى في البواط اوتو زاك لازم نقولوها لازم تعرف الدوزي الدوزي الاكسيليراتور باش زاد البواط ما تضرهاش راهو خاطر تنجم تعمل دي زاكو خايبين للاكسيليراتور تنجم تضر البواط باهي هنا البواط دي اس جي تنجم تعدى زاد المود مانويل مانويل رغم اللي هنا ما ثماش دي باليت فولون اما تنجم تعدى المود هنا مانويل ونولي نبدل بالطريقه هذيا اللي نطلع طلع على الفوق ندز قدام وطايح طايح نبدل هذه اللي بالحق نجم نستعملها مع الكونتور هذايا على في شاجه هذايا سبورتيف اي معناها رغم اللي هنا الموتور 1.4 معناها ماهوش موجه للسبورتيفيتي خاطر ما دوتر فيرسيون فيها
سواء au niveau finition ثم لا لورين انكليمنت حتى احنا هنا في فيرسيون اللي هي امباسادور امباسادور دونك لورين انكليمنت فيها تاريخ وكل وثم لا فيرسيون سبورتيف نتاعها اللي هي فيها 220 جفو ثم حتى فيرسيون فيها 270 280 جفو معناها دونك حكينا لكم تقريبا كل الديتاي على سكودا سوبر اكتشاف تعرفون على الاخر على الاخر اذا كان عندكم اي تساؤلات بطبيعة امر مرحبا على صفحتنا شوكار على الفيسبوك ولا على يوتيوب توا وين نمشيو نرجعوا للبلاتو هكا اتو تسويت حلقتنا اليوم وفات كانت عندنا ضيفه اللي هي فلاج شيب تاع سكودا لا سوبرب ما تنساوش باش تتابعونا على صفحتنا شوكار على الفيسبوك وتابعونا زاد على يوتيوب نشكر نو سبونسور موتول لوكسا اي ام تونينغ نتقابلوا نهار الاحد الجاي ما تنساوش الموعد على كارتاج بلس